ما المخاوف من تسمية رئيس وزراء غير متحزب وغير مجرم؟ هناك الكثير من قادة الكتل متهمين بقضايا فساد وغيرها. إن أتى رئيس وزراء شجاع وحازم وقوي وغير متحزب وغير مجرب ممكن أن يكشف هذه الملفات، لذلك تجد هناك تخوف كبير داخل هذه الكتل. لم تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق حول اختيار المرشح، فنواياها كانت باتجاه الكتلة الأكبر أو كما ذكرتم في سياق حديثكم إعادة وجوه مدورة، بينما رفض الشارع العراقي. لأن الآن مشروط رئيس مجلس الوزراء أن شنو أن يكون مقبول جماهيريا، لن يحظى بقبول جماهيري. تدري ليش؟ لأن راح يصرون على أنه الذي يأتي سيأتي من داخل الحلقة المغلقة للمنتظم السياسي. ليش؟ لأنه المنتظم السياسي متصالح فيما بينه على الفساد وعلى الإرهاب، فلا يرغبون في دخول مستقل، لأن المستقل سيأتي حر، وبالتالي نزولاً عند رغبة الرأي العام عموماً والمتظاهرين خصوصاً سيفتح الملفات، سيفتح ملفات الفساد والإرهاب دكتور. لذلك لن يسمحوا بوافد إلى داخل الحلقة المغلقة والضيقة فيما بينهم.